يعد عقد الإيجار من أهم العقود التي تنشأ ما بين مالكي العقارات المختلفة والمستأجرين الذين يستفيدون من هذه العقارات لغايات سكنية أو تجارية، إلا أن العديد من هذه العلاقات التعاقدية قد تشوبها بعض الخلافات مما يستدعي تدخل القانون لحلها والفصل فيها. ومنذ بدء جائحة كورونا زادت هذه الشكاوى بين مالكي العقارات ومستأجريها، وذلك بسبب عجز أحيانا المستأجر عن دفع المبالغ المطلوبة. فكيف نظم القانون هذه العلاقة؟ وهل ساهمت أوامر الدفاع بحل المشكلة أم فاقمت من هذه المشكلة؟ وبماذا تختلف العقود السكنية عن التجارية؟ أبرز البنود التي يجب أن تتوافر في تلك العقود، هذا ما سنتعرف عليه مع ضيفنا المحامي الدكتور حازم منصور. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك وصباح المشاهدين، وهذا صباح خير وبركة اليوم. نعم، مع الأمطار اليوم الجميلة، وإن شاء الله دائما يظل الوطن بخير وقائد الوطن ولي العهد الأمين إن شاء الله. إن شاء الله. يعني في البداية كما ذكرت دكتور حازم، هناك مشكلة أساسية في التعامل بهذه العلاقة ما بين المستأجر والمالك. أين تبدأ هذه العلاقة بالعقد وأهمية العقد وما هو موجود فيه؟ يعني كما تعلمي بأنه أي تعامل ما بين أي طرفين سواء كان مالك أو مؤجر يجب أن يكون هناك رابطة قانونية تحدد التزامات كل من أطراف العقد. أغلب العقود لدينا في الأردن هي عقود خطية، لكن إذا ما عدنا إلى قانون المالكين والمستأجرين نجد بأن المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين بيّنت أن عقد الإيجار يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات. وبالتالي ممكن يكون في حالات بأن هناك عقود إيجار تتم بشكل شفوي، أي أنه يرتبط الإيجاب بالقبول من خلال الطرفين المالك والمستأجر ويتفقوا على تفاصيل الأجرة ويسلموا مفتاح المأجور، وبالتالي هذا يعتبر عقد بمفهومه، لأن القانون أجاز أن يكون العقد الإيجار إما أن يكون خطيا أو أن يكون عقد إيجار شفوي بدلالة المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين. لكن إحنا كقانونيين دائما بنتحدث عن موضوع بأنه قانون المالكين والمستأجرين كقانون وفي الفلسفة القانونية إحنا بنعتبره هو خروج عن مبدأ سلطان الإرادة في العقود، لأنه أي اثنين بدهم يبرموا عقد يجب أن يتمتعوا بحرية تامة في إبرام العقد. لكن باستعراض واستقراء قانون المالكين والمستأجرين نجد بأنه المشرع تدخل في بيان عدد من الالتزامات وعدد من الواجبات سواء على مالك العقار أو على المستأجر، وبالتالي ما سبب هذا التدخل؟ يعني التدخل هو حماية للمستأجر، وإحنا ترك قانونياً بفترة من الفترات يعني مال المشرع إلى المستأجر بمرحلة ما مال، لكن بتعرفي أنه قانون المالكين والمستأجرين خضع للعديد من التعديلات وكل مرة كنا نواجه تعديل وما زال، واليوم إذا بتسأليني كقانوني بقول لك بحاجة إلى التعديل بشكل صحيح. أكثر، ولكن مراحل التعديل كانت كثيرة يعني في أكيد عمر القانون أكيد. ويعني إلى حد ما هناك جدلية مع من سيكون هناك، خلينا نقول الكفة سترجح بشكل أو بآخر. يعني هناك جزئين رئيسيين يمكن في هذه المعادلة، اللي هي زيادة ورفع الإيجار بناء على التطور وبناء على تكاليف الحياة الموجودة، فهذا من حق المؤجر، وأيضا من حق المستأجر أيضا أن يكون عنده إحساس بالأمان بوجوده في مكان معين حتى يستطيع، بالذات تجاريا عندما نتحدث تجاريا وغيرها. فبالتالي كيف تعامل القانون بتفاصيل العقد الموجود؟ يعني هو القانون زي ما حكينا قبل شوي بأنه خضع لعدة تعديلات بفترة من الفترات، كان يقول لك المستأجر ملاك، يعني هذا المستأجر اللي قاعد في المأجور هو يعتبر مالك لأنه في استمرارية قانونية. يعني ما قبل التعديلات الأخيرة كان عقد الإيجار يخضع إلى قاعدة في القانون تسمى الاستمرار القانوني، وبالتالي هو مستمر جالس في المأجور. صحيح. لكن جاءت التعديلات، مايزت ما بين إحدى التعديلات ما بين العقود التي أبرمت ما قبل 31/8/2000 وما بعد 31/8/2000، بحيث أنه بعد هذا التاريخ جعل من العقد شريعة المتعاقدين، حتى قالوا إذا دخل بالمدة العقدية الثانية وبده يتجدد بنص القانون أن التجديد يكون لمدة مماثلة واحدة فقط، يعني إذا كان العقد سنة لمدة سنة بتجدد فقط لسنة واحدة. بآخر تعديل تم لدينا في الأردن من قبل مطبخنا التشريعي بأنه جعل من إعادة النظر بالزيادات التي يقرها مجلس الوزراء، يعني أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بإقرار زيادات على العقود، وحسب المادة 10 من قانون المالكين والمستأجرين بأن هذه يتم إعادة النظر فيها كل 5 سنوات. كل 5 سنوات مجلس الوزراء بيرجع وبيدرس المناطق وممكن أنه يقر زيادات على بعض
المناطق السكنية اللي بتكون طبعا وفق اعتبارات معينة، وأنا بجوز كقانوني بشوف أنه وبتلامس يعني بواقع الحال مع الموكلين ومع القضايا اللي بيراجعونا في المكتب وبنشوف الإشكاليات اللي بتصير. يعني بقول دائما هو العين على العقود اللي هي كانت لغايات تجارية، يعني عقود المحلات التجارية بمختلف أنواعها، يعني منحس أنه دائما هي اللي مرات بتكون بحاجة إلى إعادة النظر. يعني حقيقة أنه منشوف بعض الحالات أنه في مناطق تجارية مزدحمة، يعني في منطقة جبل الحسين بجوز بتشوف عقد إيجار بمبلغ حقيقة زهيد، حتى مع الزيادات اللي خضعت عليه يبقى زهيدا مقارنة مع التضخم الاقتصادي، مقارنة مع غلاء الأسعار، حتى قيمة المكان يمكن بالضبط أو الحركة أو التقييم التجاري. قيمة المكان لها إشي ثاني، مرات بعض التجار بتعاملوا فيه بالخلوات، إشي اسمه الخلو، يعني بيعطيه خلو مقابل أن يتنازل، وبتلاقي المالك بيأخذ برسنت، بيأخذ نسبة من هذا الخلو حتى أنه يجدد العقد باسم والله المشتري الجديد. يعني مرات بيجي تاجر بيبيع محله التجاري أو المتجر بيبيعه لشخص آخر أو تاجر آخر بيشتري، بيقول له بدك تدفع لي خلو، بيتفقوا على مبلغ، بدهم يروحوا للمالك حتى يغيروا هذا العقد، المالك بده يطلب نسبة من هذا الخلو حتى يعني أنه يجري تغيير هذا العقد. يبيعوا استئجاره للمكان، يبيعوا المكان بوجوده في هذا المكان اللي بيكون حساس وبيكون حيوي وبيكون في منطقة تجارية مزدحمة. ولذلك يعني حقيقة أنه في الواقع العملي منشوف بأنه ما زالت في عقود إيجار يعني لا تحقق العدالة حتى بالنسبة للمالك بأمانة. يعني في تضخم، في ارتفاع بالأسعار في المناطق، وبتلاقي أنه واحد مستأجر بعقد قديم هون بألف دينار، وبتلاقي واحد جديد إجا ولا عقده بسبع ثمان تلاف إذا مش عشر تلاف دينار. ولذلك إحنا دائما يعني في التعديلات التشريعية المشرع الأردني يسعى إلى تحقيق العدالة وتحقيق معادلة التوازن، وهذا المطلوب، وإن شاء الله أنه نصل في قانون المالكين والمستأجرين إلى تحقيق حالة التوازن ما بين المالك والمستأجر. جدلية ما حدث أثناء جائحة كورونا، يعني هو الحال كان على الجميع، كان هناك صعوبة في التعامل يمكن مع الأمور الاقتصادية والتجارية وحتى العقود المبرمة ما بين الناس، فكيف يتعامل القضاء الآن مع بأثر رجعي حتى للقضايا التي كانت موجودة؟ يعني أنا من الناس ومن خلال قناتكم العزيز المملكة بجوز بفترة الحظر الشامل طالبت بأن يكون هناك أمر دفاع متعلق بجائحة كورونا وانعكاسها على القطاع التجاري تحديدا. صحيح. يعني بجوز السكن، لأنه إحنا دائما القانونيين نرجع لأساس العلاقة التعاقدية، إحنا منقول بأنه عقد الإيجار هو من عقود المنفعة المتبادلة، يعني إحنا بنصنفه كقانونيين بالنفع المتبادل. طيب أنا ما انتفعت أنا بجائحة كورونا كتاجر، طبعا أنا بحكي عن القطاع التجاري وليس القطاع السكني. نعم. والمطالبة كانت للقطاع التجاري اللي سكر وقعد في الحظر الشامل في بيته، مع ذلك لم يتم استخدام يعني آنذاك أمر الدفاع أو استغلال قانون الدفاع وسريان وأصدار أمر الدفاع، وبالتالي كان القرار الفصل لقضائنا العادل النزيه. وبالفعل قضائنا العادل النزيه أعفى المستأجرين التجار لغايات التجاري مش السكن، ها يعني ركز على أنه في خلال فترة الحظر الشامل أعفوهم من الأجرة، اللي بتذكر أنها بجزء امتدت قرابة الثلاثة شهور، أعفوا من الأجرة، وكان هناك قرار يعني القضاء وحسم هذه المسألة انطلاقا من قاعدة أن عقود الإيجار هي من العقود ذات النفع، يعني المنفعة المتبادلة ما بين طرفين. يعني العقد ليس من المشروع أن يكون هناك ضرر حاصل على طرف أكثر من طرف آخر. أكيد. بناء على أنه الحال على العدالة. الجميع والعدالة أكيد تتطلب ذلك. ونثق بعدالة قضائنا الأردني. أخيرا عندما نتحدث عن يعني الشروط التعاقدية وإنهاء العقود بشكل أساسي، بناء على ماذا تحدد فكرة إنهاء العقد؟ يعني فكرة إنهاء العقد دائما العقد شريعة المتعاقدين، وقلنا أنه المشرع ميز ما بين العقود التي ما قبل 31/8/2000 وما بعد، ما بعد أصبح العقد شريعة المتعاقدين، يعني بحيث أنه أنا بنظم عقد ما بين المالك والمستأجر بأنه مدة الإيجارة هي سنة، وفي شرط في العقد أيضا واجب الإعمال أنه والله إذا لم ترغب بالتجديد عليك أن تقوم بالإخطار، وبعض العقود بيقول لك بشهر بثلاث شهور بيحدد بالعقد، لكن على الأغلب الأعم قبل ثلاث شهور حتى تعطيه فسحة من الوقت أنه يخلي هذا المأجور. ولذلك يتم توجيه إخطار عدلي من قبل
المالك للمستأجر بأنه أنا ما عاد بدي أجدده، وقد يكون له أسبابه أنه ما بده يجدد العقد هذا قبل انتهاء المدة، قبل انتهاء مدة العقد. لازم مش يوم انتهاء مدة العقد يعني له إطلاق، يعني الفترة المحددة إما أن تكون مذكورة في العقد ومحددة، لكن معظم العقود بتقول لك 3 شهور، وبالتالي بتوجه له الإنذار العدلي ما قبل انتهاء مدة العقد ب3 شهور، وبصير لزاما عليه أن يخلي بتاريخ انتهاء العقد. إذا لم يخلي، أوجد المشرع الأردني في آخر تعديل للقانون نص المادة 19 بحيث أنك تتقدم بطلب مستعجل اسمه طلب استرداد مأجور، حتى هذا الطلب لا يحتاج إلى تبليغ الطرف الآخر بعد ما تكون أنذرته أنه أنت بدك تسلم. وبالتالي يعني هي حقيقة بأنه يعني أحسن بس المشرع. هل هناك شروط معينة حتى يعني تتحقق فكرة استرداد المأجور؟ ما بعد 31/8/2000، وتتبع ما هو وارد في نص المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين، اللي هي بتحكي أنه بتنذر قبل المدة، إذا في مدة في العقد بتبلغ بعد 10 أيام من انتهاء مدة العقد أيهما أقرب، أو توجيه الإنذار العدلي، بتقدم طلب استرداد المأجور للمحكمة المختصة وهي محكمة الصلح، التي تنظر هذا الطلب تدقيقا وتصدر قرارها باسترداد المأجور إذا كان العقد. يعني هل ترى المحكمة منطقية، أو إذا الأسباب الموجبة فعلا هي كافية لإخلاء؟ أكيد المحكمة تدقق في البيانات المقدمة إلها، وتحديدا عقد الإيجار، وبتشوف بتراعي أنه العقد فعلا محدد المدة، تمت الإجراءات أو المتطلبات والشرائط القانونية الواردة في المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين. عند ذلك تقرر المحكمة إلزام المستأجر ب رد المأجور وتسليمه خاليا. وهذا ينطبق على التجاري والسكني؟ بنطبق على التجاري والسكني، ما في ما يمنع، يعني النص ما إجاش قال والله على السكن وما قالش على التجاري والتالي. دكتور حازم نصور، شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة، وسعد صباح الخير. شكرا.